صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى هذه الحلقه من كلام بيروت. ضيفنا اليوم في الاستوديو مباشره على الهواء رئيس الجمعيه اللبنانيه لتراخيص الامتياز الاستاذ شارل عربيد. استاذ عربيد اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. بدنا نذكر انه حضرتك ايضا عضو بالهيئات الاقتصاديه ورئيس جمعيه التجدد للروم الكاثوليك. نحن وياك اليوم بالسياسه والاقتصاد استاذ شارل، سنحاول الاضاءه على الواقع الاقتصادي اللبناني في ظل مرحله وصفت بالجديدة طبعا مع انتخاب رئيس الجمهورية، وبعدنا بإطار استمرار المحاولات لتشكيل حكومة العهد الأولى، وبالتالي رح نسألك وحضرتك المتابع بالاقتصاد وحتى بالواقع الاجتماعي والسياسي، شو هو المنتظر؟ مش بالتوقعات طبعا، بالأرقام والوقائع، بشؤون اقتصادية سياسية واجتماعية في لبنان، على أن نتحدث بالقسم الأخير من هذه الحلقة عن عمل وظروف وضرورات إنشاء جمعية التجدد للروم الكاثوليك. قبل بدء الحلقة اليوم أستاذ شارل، اليوم عيد المولد النبوي الشريف وقريبا ميلاد السيد المسيح، وهنا نتذكر قسم جبران أن نبقى موحدين إلى أبد الآبدين دفاعا عن لبنان العظيم، لأنه اليوم قداس بالذكرى 11 لاستشهاد النائب جبران طويني. تفضل. يعني أكيد بداية أنا بحب حي روحه لجبران بعد 11 سنة، نتأمل كلنا سوا ونشوف وننظر ونقول ليش استشهد جبران وليش استشهدوا كل اللي سقطوا بهالمرحلة والشهداء. طبعا جبران طويني إن كنت بتتفق معه بالسياسة أو ما بتتفق، ما فيك إلا تقول أنه كان شخص وطني جريء مقدام، فبعتقد هالشخصيات اللي مرقت بلبنان دايما ذكرها بتضل، ولازم بهالمناسبة الـ 11 أنه دايما نستذكره ونقول أنه الناس اللي مثل جبران ما بيموتوا، وبالتالي في عنا كتير جبران وكل يوم بيطلع جبران، لأنه كلنا رايحين نحو بناء لبنان اللي كان يحلم فيه جبران. نعم. إن شاء الله بنوصل لهالشيء اللي هو استشهد من أجله. ما بدنا نستفيد كتير، ولكن الأمال من خلال كل الشهداء الذين سقطوا بمرحلة الاستقلال الثاني والوصول إلى الدولة، تبدد معظم هذه الأمال برأيك؟ لا، أنا بعتقد الأمل كتير كبير. هلأ نحن بمرحلة جديدة ونحن رايحين على مرحلة فيها أمل. فيها أمل لأنه بالتاريخ الحديث يمكن لأول مرة منشوف أنه في توافق سياسي أفضى بتسوية، تسوية لبنانية داخلية. يمكن كان في يعني بعض هيك الضغط الأجنبي، بس ما فينا نقول أنه هيدي منا تسوية لبنانية. نحن أكيد يعني بتعرف أبناء رجاء وأبناء أمل، ما بنقدر نفقد الأمل وأكيد مش بوطننا. بس خلينا ننظر للشيء اللي عم بيصير هلأ كبداية حسنة وجيدة بهالتوافق السياسي اللي صار. علّه ينسحب على كل الأطراف اللبنانية ويستكمل بتشكيل هالحكومة اللي كلنا ناطرينها، واللي بعتقد هي كمان حجر أساس بهالعهد وبالمستقبل. اليوم في عنا رئيس جمهورية، هالرئيس الجمهورية عم بيقول كلام بعتقد كل اللبنانيين بتوافقوا عليه، إجا بحالة توافق كبيرة. من واجبنا كلنا أنه نلتف حوله، نعطي الأمل اللي لازم اللي عم تحكي عنه، لحتى كمان هالشهداء ما يكونوا راحوا بس كرمال كلام، يكونوا راحوا مشان بناء الدولة اللي إن شاء الله نكون نحن هلأ ببدايتها. الأمل أنه من معراب للرابية لبيت الوسط لعين التيني للضاحية. نعم، كما أكيد كما قال دكتور جعجع. أكيد أكيد، لكل المحلات. ما تنسى لبنان يعني لبنان بلد فيه كتير مكونات، وبعتقد كل مكون في لبنان ضروري أنه يكون موجود بهالتسوية التاريخية هيدي. في ناس كانوا يمكن سباقين وراحوا بحماس أكتر، يعني في ناس يمكن اليوم رح يدخلوا أكتر بالتسوية، بس خلينا نشوف الشق الإيجابي من الموضوع. هلأ في مطبات، في يعني بتحكي سياسي بالنتيجة، وبالسياسة كل واحد بيجرب يشد الأمور لصوبه، بس أنا بهمني بالموضوع هو الناس، بهمني المواطنين، بهمني الناس العاديين. هودي عم بيتطلعوا إلى عهد جديد، عم بتطلعوا الى يعني تلاقي سياسي جديد نحن ما تعودنا عليه، واليوم عم نسمع كلام جيد. وهالكلام الجيد لازم انه يبنى عليه. بعتقد جربنا الصراعات، جربنا الخلافات، جربنا الصدام، ما قدرنا نوصل الى اي. خلينا نشوف من هون وين فينا نبلش. ما ذكرنا بنشعي لانه بالمعلومات بالصحف انه مبدئيا يوم الاثنين قد يزور الوزير سليمان فرنجي رئيس تيار المندى القصر الجمهوري، وبالتالي قطع هذه المرحلة، لأنه في كلام أنه مبدئيا المعالجات بالحكومة وصلت تقريبا إلى خواتيمها، وبالتالي ممكن انطلاق تشكيل الحكومة. أستاذ سلمان، بدنا نسأل حالنا نحن أي حكومة نريد؟ نحن كلبنانيين شق السياسي كيف بيتناكفوا على وزارة من هون وعلى، وبعتقد هذا الشيء بيستفزنا وبيزعجنا كناس عاديين. لما بنسمع أهل السياسة
عم بيتنتشوا وزارات، وهيدي وزارة سيادية وهيدي وزارة خدماتية، هذا شيء معيب ومؤلم. مؤلم رح أقول لك ليه، لأنه لما بيجي حزب أو مكون وبيقول أنا بدي هالوزارة لأنها وزارة خدماتية، ماذا يعني هالكلام؟ ليش؟ شو بيعنيتها؟ هذا بيعني أنه وكأنه هو عم بيطالب بهالوزارة هيدي لحتى يخدم جماعته. طيب وهذا شيء ما بعتقد هو يعني صلب وأساس التعاطي بالشأن العام على من يريد أن يخدم إن كان بوزارة أو غيره، أنه يكون همه يخدم البلد ويخدم كل الناس ومن ضمنهم جماعته، ومن ضمنهم يعني كجماعة ضمن المجموعة الكبيرة ضمن الوطن. نعم. مش كمكون لوحده كل واحد. نعم. يعني من باب المحسوبية اللي بعتقد نحن بلبنان دفعنا ثمنها كتير غالي، لأنه الناس أستاذ عربيد ما بدي أقطعك، ولكن أنه لأنه في غياب لبعض مؤسسات الدولة، الزعيم أو نائب المنطقة أو هو الوزير هو اللي قادر يأمن هذه الخدمات، يعني مثل لمركزية خدماتية. لا دخيلك، تركنا لمركزية على جنب، لمركزية أنبل وأقوى وأهم من ممارسات سياسية تقليدية. لا، اللي عم جرب أقوله بكفي أنه نسمع كلام عن وزارات وتركيب، حان الوقت أنه يروح أهل السياسة طالما فيها التوافق هيدا التاريخي، هالتسوية التاريخية اللي صارت، خليها تبلش بإنتاج حكومة، هالحكومة تكون بتشبه اللبنانيين، تكون على مستوى أمال اللبنانيين، ونحن قادرين نعمل هيدا الشيء. هلأ مين بياخد هالوزارة أو هالحقيبة؟ هيدا شيء سنوي. طيب. والمضحك الأكثر أنه بيقولك بسيطة هيدا على 6 أشهر. لا، هيدا مش كلام، بالحكم كل يوم مهم، كل يوم تأخير 6 أشهر. شو 6 أشهر بحياتنا شغلة مهمة؟ ايه؟ بعدين يعني بعتقد ان الحكومة مطلوب منا امور كتيرة، وهلا ان شاء الله هلا بدنا نحكي فيها. المطلوب من الحكومة التسريع بتشكيل الحكومة اصبح مطلب وطني عم بيحكوا فيه كل المرجعيات الكبيرة سياسية وغيرها. خلينا نحن كناس كأهل اقتصاد كأهل انتاج نشد على ايده ونقول لهم ننطلق، فلنذهب فورا الى تشكيل الحكومة. وهون بدي ارجع عيد مقولة يعني عن شو هي الخسارة اللي بنخسرها نحن يوميا بتأخير تشكيل الحكومة. يوميا كل يوم بحساب بسيط جدا. تفضل. يعني لما يعني بوضعنا الحالي اللي عشناه من 2 سنين لليوم، نحن شفنا نسب نمو واطية جدا. نعم. تاريخيا كان النمو في لبنان لما يكون في تسوية سياسية كان يذهب إلى 7-8%. صح. هلا بالوضع المترنح النمو طبعا لا يتخطى 1%. فالفرص الضائعة نمو نمواً هي 7%. خد 7% عن الناتج المحلي، صمن على 365 يوم، منكون نحن عم نخسر فرص نمو ب10 مليون دولار كل ما طلعت الشمس. خلي أهل السياسة يعرفوا كل يوم متأخر بتشكيل حكومة قد يكون عم بيأخرنا بفرص نمو تزيد عن 10 مليون دولار باقتصادنا. هيدا رقم ماك منحطه للبحث. ما السياسيين يمكن بيعرفوا بس الناس حيتفاجئوا. لا، الناس بكثير محلات اوعى من السياسيين، وعندهم حرص على هيك المصلحه العامه اكثر من السياسيين. بس هلا خلينا ناخذ موضوع الايجابي. نعم. فليذهبوا فورا الى تشكيل حكومه، هيدا مطلب من كل اللبنانيين، حكومه تعطي الثقه وحكومه تذهب فورا الى الانتاج، وبنكون رحنا لمرحله جديده كلنا منتظرينها. كمواطن، كاقتصادي، كمتابع بالداخل والخارج، ماذا ينطق؟ شو ناطرين كقطع خاص إذا بدي أقول من عهد جديد وحكومة جديدة؟ يعني هل قد في أمال إذا عم نخسر 10 مليون؟ هل قد الحكومة بدها تكون فرص؟ إيه. نعم. شو ناطر؟ يعني شو المطلوب؟ المطلوب أول شيء إنه نحط الهم الاقتصادي بالأولويات. أولوية. نريد تغيير أولويات أهل السياسة للذهاب إلى الموضوع الاقتصادي الاجتماعي المعيشي اللي أهمل بالفترة الماضية. بسبب الظروف والأوضاع. نعم. يعني وبدنا نقول أنه إذا نحن بنقدر نلتف حول هالحكومة هيدي وحول هالعهد هيدا، نقدر نحن نروح لمطرح جديد، نكبر حجم اقتصادنا ونخلق نسب نمو. وحطينا رقم، عم نقول بدنا نحط خطة تقول بدنا نمو 7% سنة الجاي. تعالوا نشوف كيف بدنا نعمل لحتى نوصل إلى هالرقم هيدا. ولما بتحط رقم، يعني بتعرف الرقم دائما أقوى من الكلمة. أي. لما بتحط رقم، الرقم بصير هدف، ومن الهدف تخلق سياسة، وهيدي طبعا تحت رؤية اقتصادية نحن ناطرينها. ومنقول للشعب اللبناني قوموا لحتى نشتغل ونخلق 7% نمو سنة 2017، وهيدي بدها ساعتها سياسات وبدها خطط نحكي فيها. الاستقرار السياسي هو الأول الأساس طبعا، لا حتى نعمل استقرار اقتصادي. بدك استقرار سياسي وبدك ثقة، وهيدي شغلة مهمة. بعتقد هلأ كل اللبنانيين
عندهم أمل أنه ترجع تنبنى هالثقة هيدي، ما بقى يجوز نضل نقول هيدا بلد مش قابل للحياة وما في دولة وما لح حياته وحيصير في دولة. طب هيدا كلام هدام ما بوصلنا لمطرح. خلينا نشوف كيف بدنا نبني هيدي الدولة، كيف بدنا نبني هيدا البلد. اليوم عندك سياسيين عم بيقولوا، كل معظم الأطراف السياسية بلش يروح خطابة نحو الموضوع الاقتصادي، الإنماء الاجتماعي المعيشي، طبعا التطوير. أي؟ وهيدي شغلة لأنه بتجي كمان بتجي من تراكم. نعم. بالتراجع لما بتطلع على المؤشرات سياسي، من بتشوف المؤشرات منذ أكثر من 3 سنين لليوم لوين أخذت الاقتصاد، بتشوف أنه حان الوقت لحتى نبني سياسات مختلفة عن ما كنا عليه لحتى نروح نحو نمو أكثر وفرص أكبر بالاقتصاد. تطالبون الحكومة، رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، يعني بعد التشكيل عم بنقول بآلية عمل مختلفة عن عمل الحكومة؟ نطالب بمقاربة مختلفة، نطالب برؤية أولا. نحن افتقدنا بالسنين الماضية بغياب الحكومات، بغياب الموازنات، بغياب الهم الاقتصادي، فقدنا رؤية، ما عندنا رؤية اقتصادية موحدة. كمان بدنا نسأل حالنا نحن كلبنانيين أي اقتصاد نريد، شو بدنا نبني، على شو بدنا نبني، شو هي الميز التفاضلية، الميز التنافسية اللي عنا إياها، وكيف بدنا نبني عليها لحتى نخلق سياسات وخطط اقتصادية توصلنا إلى الهدف اللي بدنا. هيدا واحد. اثنين، بدك توافق سياسي على هيدا الشيء. هل متفقين الأطراف السياسيين عن المرحلة الجديدة؟ لأنه في شغلة، في تغيرات كبيرة بالمنطقة. نعم. هالتغيرات هيدي بتفرض علينا أساليب مختلفة ومقاربات مختلفة، بتفرض علينا أنه نتأقلم على حاجات المنطقة اللي نحن عايشين فيها. هيدا كله هلها عم نسمعه بالخطاب السياسي، بلشنا. طيب. حتى ما نضل دايما نقول أهل السياسي وأهل السياسي. نعم. بلشنا نسمع عن مقاربات جديدة. هلأ ما نتمناه كأهل اقتصاد، أنا أتمنى أنه أول شيء نشوف ورقة اقتصادية موحدة، ويمكن هاي لأول مرة بتكون بين العهد، بين رئيس الجمهورية، وأنا بعرف قديش رئيس الجمهورية حريص. أكيد. على كل حال جاء على خطاب القسم وقال بخطاب القسم طبعا، بتشوف قديش الموضوع الاقتصادي الاجتماعي والمعيشي والإنساني، هيدا يعني كمان هلأ دخل موضوع الإنساني من وراء وجود النازحين السوريين وغيره. صح. هيدا هم أساسي، كلام جد حكى بخطاب القسم. هيدا بحب بتمنى أنه يلتقى بسياسة موحدة بيتفقوا عليها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وبيطلع منا ورقة اقتصادية نبني بالتعاون معكم طبعا مع كل الناس، مع الهيئات الاقتصادية، مع المجتمع المنتج. أنا بهمني أكثر من أهل الاقتصاد المجتمع المنتج، بدي المجتمع المنتج. مجتمع المنتج يعني عم تحكي عن أصحاب عمل، عم تحكي عن مهن حرة، عم تحكي عن عمال، كل واحد بيقوم على بكرة وبيروح على شغله وبينتج بهالبلد، بيسوى أنه ينفتح إذا قدامه أفق جديدة اقتصادية، بس يكون في خطة. إذا بتطلع بالدول الأخرى، بشوف الدول العربية اليوم كلها عندها برامج شيء 2020 و2025. طب نحن شو بدنا كلبنانيين؟ نحط الخطة الاقتصادية تبعنا اللي قائمة على هالشيء اللي حكيناه كله سوا، نفتح النقاش أولا، وبالتالي نروح لوضع خطة. أيه. نقول نحن بالعشر سنين الجايين، لأنه بتعرف خطة اقتصادية في إجراءات فورية بدأت تتاخذ. أيه. بعدين في شيء متوسط الأمد، في شيء طويل الأمد. نعم. بس على الأقل بتعرف هالقطار الاقتصادي الاجتماعي المعيشي اللبناني بأي اتجاه رايح، بيكون في توافق على هيدا الشيء، وساعتها يدعم من كل الأطراف السياسية ومن كل اللاعبين بالاقتصاد، وساعتها بنعرف حالنا البوصلة تبعنا وين رايحة. مش منكون عم نعالج مثل ما عم نعالج هلا على القطعة، مش منعالج يعني هيك حركات مطلبية. اليوم بتجي بتطلب بتسأل هالقطاعات، أستاذ سلمان الاقتصاد مش فكرة، هيك اجتني فكرة، يعني أوقات نخطئ ونعتقد يعني أكبر صحن فتوش بالجنس بوك أوف ريكورد، هيدي مش خطة اقتصادية، هيدا جادجت، مش هيك بيبنوا الاقتصاد. بدنا نحكي عن تسويق لبنان اللي بهمك، بس هيدا بعيد عن الموضوع. مش الاقتصاد، مش كل طرف بيطلع بفكرة، وكل ما اجا وزير بيلاقي هيك شي طريقة، واخر شي بتخلص بالاعلان انه بنعمل حملة اعلانية لنسوق هالقطاع. هذا الموجود بنا، هذا جيد استاذ شارك، بس يعني هيدا مش خطة اقتصادية. لا، مش خطة الاقتصادية تبنى اول شي، هيدا شي علم. ويبنى على اساس علمي بفرجي هالبلد شو عنده مثل ما قلت ميز، شو بيقدر يبني، بشو بيقدر يتقدم. خليني اقول لك شغلي، خلينا ناخذ موضوع هيك صغير بهم الناس وشفناه مؤخرا، وانا بيألمني هالموضوع وقد يكون غير شعبي كلامي، بس معلش اسمح لي اقول. خلينا ناخذ موضوع التفاح مثلا. أي. معالجه موضوع التفاح. طب
يا اخي هالتفاحه اللبنانيه اللي نحن بنقول هيدا تفاح جيد وممتاز وكذا، هيدا واقعه الحقيقي؟ مش هيدا الواقع. كل سنه بدنا نركض، اجى البرد وضربنا الطقس، وتعوا شوف كيف بدنا ندعم التفاح وكيف بدنا نعمل المزارعين، مشتغل شهر شهرين ثلاثه ومشكور وزير الزراعه اكيد يعني الوزير اكرم شهيب لكل الجهود اللي عملها طبعا. وتابع هالموضوع عز الازمه كان، بس بلا ما نعمل هيك نشوف كيف دائما بدنا نركض نلمها، لا نبني قدرات، نبني قدرات لحتى الزراعه اللبنانيه تقدر تنتج احسن نوع جوده ونوعيه. مش ما بدنا نساعدها نحن بالدعم، ما بدنا نساعدها بالرعايه، بدنا نساعدها بالتسويق مطرح لما بيصير عندها منتج يضاهي وينافس كل المنتجات اللي بتطلع حوالينا، ونحن قادرين نطلع سلع وخدمات ومنتجات وامتيازات نضاهي فيها. شو بدها؟ بدها بناء قدرات، بناء القدرات. ما بدنا نحن نضل ننطر، مش وقت المشكلة، هذا بده سنوات. ليه؟ يعني متابعة أكيد. هيدا تراكم مش هلأ. طبعا لا لا، بس هيدا تراكم، نحن تأخرنا انتبه. هيدا تراكم خبرة، تراكم علم، ونحن ما عملنا هيدا شيء. بس ليش بدنا نخلط الأمور؟ نعم. دائما نحن بنخلط، أنه إذا زبطت بالسياسة تزبط بغير شيء. مش صحيح، مش صحيح الكلام. أولا اللي بيشتغلوا سياسة يشتغلوا سياسة، وخلي اللي بيشتغلوا اقتصاد يروحوا يشتغلوا اقتصاد. الدول مش كلها بتشتغل بس فقط على النزاعات، يعني نحن دايما تركيبة حياتنا قائمة على مبدأ النزاع. ونجنح مع الأسف، يعني نجنح نحن كلبنانيين طبيعيا نحو النزاع، وهذا شيء مش كتير صحي. كنت أتمنى أنه نجنح نحو الإنتاج والإبداع والفن والذوق والجمال. بس تأكيدا على هالكلام، يعني مطلوب شيء من الناس، مش ضلنا نقول السياسيين وهودي السياسيين ما بيسووا. مش صحيح، الناس مطلوب منهم في مسؤولية على كل واحد منا أنه يقوم يروح على الشغل كل يوم وينتج ويطلع فن وذوق وجمال. خليني بس قلك، بدك تأمن له البيت، يعني كل المقومات لحتى يقدر يروح ويشتغل وينتج ويشتغل أكثر. المقومات موجودة، بس نحن بدنا نلتقط الفرصة. برجعك على فكرة النزاع، نحن شعب مع الأسف يعني نجنح نحو النزاع. يا أستاذ سلمان، بتعرف لك شي ضيعة مش كلهم مخبطين ببعضهم؟ بتعرف لك شي حي، شي بناية مش مخانقين ببعضهم؟ يا عمي هالوقت بنحطه لنضل نتخانق نحن ببعضنا اللبنانيين؟ بيقولوا سياسيين عم يخلفوا الناس. لا مش مزبوط، مش مزبوط هالكلام. لأنه كل حدا تابع لحدا. لا 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 لا. لأنه انكيات. لو الوقت اللي بنحطه على الانكيات بين بعضنا، خلينا نحطه على الإنتاج ونتباهى ساعتها. من ينتج أفضل ومن يبني أحسن؟ مين اللي عم بيطلع منتج أكتر نقدر نحن نعمم فيه الفايدة على كل الناس وعلى كل الاقتصاد اللبناني؟ وهون بصير في تراكم للخبرة وبصير في انطلاقة أقوى. أكتر من عنوان بكلامك أستاذ شارل، ولكن موضوع الرؤية الاقتصادية والاجتماعية الواضحة يكفي إذا بقي الفساد وبقي المصالح وإذا بقيت لك. أول شيء الرؤية بدها تنبنى، بدها تنكتب، السياسات الاقتصادية بدها تنعمل، في هلأ شغل جدي عم بيصير على هالموضوع هيدا. كمان دور أساسي للأحزاب، لأنه في غياب هلأ، بلشنا نشوف أنه في أحزاب عم تدخل على هيدا الشيء. نحن كهيئات اقتصادية بلشت بعض الأطراف والأحزاب تحاورنا. برجع بقول أتمنى أنه الحوار ما يكون من باب المطلب القطاعي، هذا بيجي بعدين. يجب أن يكون الحوار على الأسس، على الأفكار الأساسية، على السياسات العامة اللي كانت غائبة كليا بحياتنا. خلي الأحزاب تدخل الهم الاقتصادي بخطابة بكلامة، تشجع الناس المنتجين أنه ساعتها يروحوا إلى صفوف الأحزاب وتروح تحاور وتقدم لنا منتج، وهالمنتج يقول نحن مثل ما بيصير بكل العالم، يعني السباق إلى الرئاسة والسباق إلى الوصول إلى السلطة يأتي بشو؟ من يخدم مصلحة الناس أكثر بحياتها اليومية. مين؟ مش مين بشد عصبية أكثر، ومين بيروح بالطايفة أكثر، ومين بيروح بالتهديد أكثر. بدنا نعود بعضنا ونعود حالنا أنه نشتغل لنحسن مستوى حياة كل فرد فينا وكل لبناني، وهذا الشيء قادرين نعمله. هلا طبعا في ملفات كثيره، في تراكمات كثيره، كفاءات موجوده على كل حال، ولكن بحاجه الى فرص. استاذ سلمان، هيدا الشعب اللبناني شعب مميز جدا، الناس بلبنان ناس مميزين، بس مثل ما انت قلت بدك تعطيهم تكافؤ الفرص. حضرتك نموذج على كل حال. خليك اشكرك، انا يعني في كثير ناس احسن مني بكثير وعندهم الغيره على البلد، هودي اللي بدنا نفتش عليهم وبدنا نشجعهم وبدنا ندفش فيهم لحتى يكونوا هن
قبل ما نتوقف مع الاستراحة الأولى، مؤسسات تجارية تم إقفال العديد منها، في كثير موظفين تركوا، وأكثر من صرخة أطلقتها الهيئات الاقتصادية ما بعتقد كثير سمعوا لكم. اليوم عم تحكي لي كأنه في شيء تغير. أكيد في شيء تغير. أول شيء نحن ما وقفنا نضوي، بس كمان نحن كهيئات اقتصادية وك يعني فاعلين إذا بدك بالاقتصاد، كمان واجبنا أنه ننتقل من مرحلة دائما اللي عم نضوي فيها على الأمور السلبية نروح لشيء إيجابي. هلا هذا ما بيعمر بيوت، لأنه عندك مؤسسات عن جد وضع الاقتصادي صعب جدا. موضوع تسريح العمال حكى عنه كثير، في بعض المحلات كان في تجني على أصحاب العمل، ما في صاحب عمل بلبنان بينبسط أنه يستغني عن خدمة موظف عنده، لأنه هؤلاء الناس مدربين، هؤلاء الناس بيشتغلوا بالمؤسسة، بس أوقات الظروف الاقتصادية بتجبر بعض المؤسسات أنه تروح نحو أو الإقفال أو تخفيف حجم أو إدخال ناس بمعاشات أقل. يعني واضح المؤسسات هذا كلام، هذا كلام عن المنافسة اليد العاملة الأجنبية على اليد العاملة اللبنانية. أنا ما كتير يعني محبز لهالكلام. مش منافسة، بيضل وجود اللجوء يلي كتار مؤسسات خلينا نعتبر أخذوا. خلينا نعتبر أنه اليد العاملة اللبنانية يد عاملة مميزة، عندها قيمة مضافة، عندها مهارة، عندها خبرة، ما فيك تستبدلها بهالسهولة. في ببعض المحلات عم بيصير في أخطاء عم تتعالج، وزارة العمل عم تعمل شغلة بشكل جيد، بس خلينا نقول أنه نحن هلأ بمرحلة نطلع منها، من مرحلة الإقفال والتراجع إلى مرحلة البناء والتأمل والأمل والثقة بالاقتصاد شيء أساسي. رح تابع معك أستاذ شارل العربيد هذا الحوار، نحكي أيضا موضوع الحكومة، موضوع مجلس نواب، موضوع القوانين المركزية، بعد التوقف والاستراحة الأولى. ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الأستاذ شارل العربيد، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، ومنكفي بعدين باقي العناوين وعضو الهيئات الاقتصادية. حكيت الأولوية أستاذ شارل موضوع الاقتصادي، ولكن الأولوية اليوم في حال تشكيل الحكومة بعد عهد الجديد إقرار قانون انتخابات. في أولويتين بعتقد للحكومة، في أولويتين. أول شيء أكيد قانون الانتخاب، هذه شغلة أساسية. بعتقد أنه هالموضوع شبع كلام. في مجموعة كبيرة من القوانين موجودة بمجلس النواب. من المفيد جدا أنه بشكل جدي تبلش القوى السياسية يعني تغربل شوي هالقوانين لنوصل آخر شيء لقانون أو قانونين ويروحوا بشكل بسيط إلى التصويت، لأنه ما بعرف قديش موضوع التوافق على قانون انتخاب ممكن، يعني كيف بده يكون قديش لا لا في، بس الشغل بلش من زمان. بس خلينا نقول أنه هل رح تقدر القوى السياسية في لبنان كلها تتفق على قانون؟ لأنه شو هلا نتيجة هول الجماعه بيشتغلوا سياسي، يعني بدهم يعملوا شيء لمصالحهم طبعا، وهذا شيء طبيعي. يعني هيدي شيء عادي وطبيعي، بس من حق الشعب اللبناني انه يكون في اول شيء قانون عادل فيه كمان تكافؤ الفرص لحتى هالنخب الجديده تقدر يكون لها دور بالدخول الى العمل السياسي في لبنان، ما يضل هالعمل حكر على مجموعه واحده. مش غلط تطعم هالقوى السياسيه بناس مستقلين، يمكن احزاب جديده بدها تطلع، يمكن تجدد داخل الاحزاب الموجوده، بس هذا القانون رح يغير شوي الـ يعني العمل التقليدي السياسي. عم بحكي عن قانون المنتظر. طبعا اذا بدنا نروح على قانون نسبي وغيره، هذا بده وقت وتحضير وتثقيف، لانه هذه ثقافه جديده اللبنانيين مش معودين عليها. وهذه فيها تغير داخل موازين القوى داخل الاحزاب والمناطق، وهذا شيء صحي وجيد. هلا الموضوع الثاني، انا بعتقد الاولويه الثانيه هي بالنسبه لي لا تقل ابدا اهميه عن موضوع قانون الانتخاب، هو اقرار الموازنه. قبل الموازنه الشغلتين اللي نحن منتظرينه من الحكومه، قبل الموازنه مع اجراء انتخابات بعد 6 اشهر على قانون 60، ام انه تاجيل تقني يسمى لانه مش واضحه الامور بعد تشكيل الحكومه. بعتقد انه موضوع قانون ال 60 ما عاد على الموضه هلا، يعني صعب تسويق قانون ال 60. هذا الكلام عم نسمعه من كل الاطراف، بدهم يمددوا. طب اذا في تمديد لبعض لكم شهر، يعني مش احسن انه يتمدد؟ هلا انا ماني ابدا من دعاه ولا محبزي اي تمديد ايا يكن التمديد. بالعكس لازم انه تتجدد الامور وتروح. وموضوع المهل، يعني بحياتنا نحن احترام المهل الدستورية وكل المهل، احترام الوقت بالمطلق، هيدا
هيدا الشيء اللي نحن لازم نشتغل عليه ونشدد عليه، مش انه كل مره نوصل ومش ضبطه منأجلها. التأجيل بحياة اللبنانيين من اكثر من 40 سنه لليوم ما فادنا، لبل بالعكس اخذنا لمراحل اخرى. بس خليني بس اقول كلمه، قادرين نحن، قادره القوى السياسيه في لبنان انه تنتج قانون جديد، قد لا يكون القانون الأمثل. بس خلينا نبلش نروح لمرحلة جديدة أخرى. المهم بهالقانون أنه يكون عادل لكل الناس، يكون قانون يشمل، يقدر يدخل مجموعة جديدة إلى العمل السياسي. لأنه إذا بقينا على قانون الستين مثل ما هو، رح ترجع تشوف نفس الأوجه بنفس المناطق بنفس الشيء، وبعتقد ما بنكون رحنا للمرحلة اللي كل الناس عم بيحكوا عنها. وهيدا بعتقد مطلب جامع لدى اللبنانيين متفقين كلهم عليه. بدي احكي موازنه، ولكن عم بتطالب بحكومه الكترونيه ونحن بمرحله تشكيل حكومه طبيعيه يعني. لا هذا شيء مختلف. بشيء مختلف بس اكيد، بس الام وبعدين الولد. لا، الحكومه الالكترونيه هي شيء شوي مختلف عن هذا الشيء. نحن بنطالب بالحكومه الالكترونيه لموضوع اساسي هو تسهيل معاملات الناس، هو محاربه الفساد. ما في طريقة لتحارب الفساد مباشرة غير أنك ما تخلي هالمواطن يوصل للخدمة بشكل أسرع بلا ما يكون في وسيط بينه وبين الدولة أو اللي عم بيقدم هالخدمة. الحكومة الإلكترونية عم بينحكى عنها، تقدمت بعض الأحزاب، القوات اللبنانية تقدمت بعمل جيد جدا على موضوع الحكومة الإلكترونية. رئيس سعد الحريري أنا سمعته أكثر من مرة عم بيحكي أنه المدخل الأساسي لمحاربة الفساد هو الحكومة الإلكترونية. نحن تأخرنا، يعني ما نفكر أنه الحكومة الإلكترونية وكأنه عم نعمل شيء. شوف غير دول عربية وخليجية اللي وين صارت بالحكومة الإلكترونية. حكومة إلكترونية بتسرع، بتوقف الفساد، بتحاصر إمكانية الفساد لأنه بتوقف إمكانية الرشوة، بتخفف عجقة السير، بيقبلوا كمان، حط قصة عجقة السير. مين هني؟ بدك توافق سياسي. أنا لا خلينا نتفق أو شيء، ما في هني، في نحن. ما في حنة، في نحن. نحن اللبنانيين، نحن بدنا نحارب الفساد في لبنان. هذا قرار وطني بناخده كلنا سوا، نبلش من بكرة على بكرة، مش شعارات، بس كل واحد يبلش بحاله. أساس المنتبه الفساد هو مرتشي بس فراشي، هيدي ثقافة. هل قادرين نحن نضل عنا الترف أنه نعيش ببيئة فيها هالكم من الفساد اللي صار أصبح ممأسس؟ واحد. اثنين، منضل نحكي عن محاربة الفساد كأنه هيدا كلام شعر، أو منحط خطوات نبلش فيها من بكرة على بكرة؟ الحكومة الإلكترونية ما بدها 200 سنة، بضعة أشهر تركب الحكومة الإلكترونية، تنسن القوانين اللازمة، منروح إلى العمل، نتكركب شوي بالأول على الممارسة، نتعلم ومنمشي. 6 أشهر سنة بيصير في حكومة إلكترونية، منخفف الهدر داخل موازنتنا وبنقدر نبلش نمشي بهالمسار. هيدا لابده قرار، لابده توافق سياسي. إذا أي توافق أو عدم التوافق على هالنوع من الإجراءات هو تواطؤ على الشعب اللبناني. خليهم يخبرونا أي طرف سياسي بيسترجي يقول أنا سأتواطؤ على الشعب اللبناني أنه استمهل أو أخر هالنوع من الإجراء، اللي هو منه إجراء وحده طبعا. أكيد هالنوع من الإجراءات اللي بتقدر تشيلنا من حالة الفساد اللي صارت مستشري ومؤسسة عنا. شغلة هينة بسيطة، بتقلي كيف؟ بقولك بلش نحكي فيها. أنت بتحكي فيها، أنا بحكي فيها، الناس بيحكوا فيها. هيدا اللي بهمنا. محاربة الفساد بتحسن جودة ونوعية حياتنا، مشان هيك بدنا إياها. وأسرع. كثيرة طبعا هي الملفات، على كل حال الاجتماعية، الاقتصادية، الكهرباء، النفايات، الماء، كل العالم بتدفع فاتورة. موضوع الموازنة. أنا بدي أسألك عن الموازنة. موازنة واقعية، وشو أهمية يكون في موازنة بعد؟ يعني الموازنة ترسم السياسة، سياسة الحكومة الاقتصادية من خلال أرقام الموازنة، تترجم بأرقام، بس هي السياسة الاقتصادية للحكومة ومن خلال الحكومة للعهد الجديد. كان فيها هلأ بال11 سنة اللي مرقوا غياب للموازنة، بس كان ماشي هذا الشيء غير طبيعي. لا مش ماشي الحال. لا مش ماشي الحال. كيف ماشي الحال؟ ماشي الحال لما نحن عندنا تراكم. لا مش ماشي الحال. يعني بدنا ننتبه، ما بدنا دايما نرضي حالنا بكلام، هذا كلام مش صحيح. اول شيء تراكم الدين، تراكم اجى منين؟ اجى من العجز بالموازنات. 11 سنه عندنا موازنه على قاعده ال11ية، بس هيدي فيها عجز. نحن يعني خلينا ننتبه، الموازنه تركيبتها، المنظومه اللي اسمها الموازنه تبعها بدها تصحيح بنيوي. بدنا نروح الى شيء بسموه الموازنه المتوازنه. ما فينا نضل نصرف اكثر ما مندخل. انت ببيتك اذا بتعمل هيك توصل لمشكلة كبيرة.
كل واحد منا المؤسسات والدولة. هذا مبدأ عام بدك توصل لمطرح تعمل شيء متوازن. هالشيء المتوازن بده خطة، بده وضع سياسي، بده توافق سياسي. بدنا نوقف التناتش، يعني بس تشوف كيف الوزارات بيدافعوا عن موازناتهم السنوية، أوقات بوجه حق وأوقات بجهل، مش كله يعني عن كلام عم بينحكى. الموازنة يجب أنه كمان نستفيد من التوافق السياسي، لأنه بتعرف في مشكلة تقنية بالموازنة، موضوع قطع الحساب وغيره. هيدي بعتقد أنه بنقدر نحن من خلال هالتوافق الموجود عند أهل السياسة ننتهي من هالموضوع ونقسم إلى الأبد أنه ملح بقى يمرق سنة ما يكون فيه موازنة حسب ما القانون بيفرض على أهل السياسة. نحترم المهل، لأنه قصة المهل شغلة أساسية، بدنا نحترم المهل، بدنا نبني موازنات تخدنا إلى أوضاع أفضل، بتعمل مشاريع، إلى استثمار أحسن، إلى تخفيف ومحاصرة الهدر داخل هالموازنة. إذا الشعب اللبناني بيطلع بتأني كيف مركب موازناتنا بيسعى كتير على ماضيه وحاضره ومستقبله. هلأ مناسبة فلتذهب هذه الحكومة الجديدة بأول أولوياتها إقرار موازنة طبيعية بناءة حديثة تشبهنا وبيستهلوها اللبنانيين، وهذا الشيء قادرين نعمل. أنتم مع إقرار سلسلة رتب ورواتب وطريقة التمويل كيف؟ وكنا عم نحكي فساد، قيل وقت أنه لتأمين الموارد وقفوا الهدر هون وهون وهون وهون، بتمولوا يعني أكثر من سلسلة. هيدي من الملفات اللي حتواجهها الحكومة على أول بداية عملها. سلسلة رتب ورواتب أصبح موضوع لازم ينبت وينتهي. أنا بقول لك أنه الهيئات الاقتصادية في لبنان ليست ضد مبدأ كانوا إقرار، كانوا مفكرين أنه أنتم واقفين ضد. لا هيدا إعلام يعني بتعرف هلا يعني كلام، بس خليني اقول لك اقله يا اخي انا من امثل بداخل الهيئه الاقتصاديه اللي انا امثلها. نحن لسنا ابدا ضد اقرار سلسله رتب ورواتب، لانه هيدا شغله حق، وهيدي شغله بتحسن القيمه الشرائيه وامكانيه تعمل حركة للناس. هيدي بتشجع العالم الى الدخول، عم بحكي عن الكفاءات، انه الكفاءات هيدي تدخل الى كنف الدوله والاداره. بس هيدي كمان من جهة تانية لا نريد ونرفض أن يكون تمويل هالسلسلة ب يعني ضرائب جديدة. رفض الضرائب طبعا، مش المبدأ، ما نحن ما بتعرف مش انه خذ من هون وخذ من هون، أكيد لا، بس نحن قادرين من عدة. أول شيء أنك توقف الهدر، لما بتوقف الهدر وبتحاصر الهدر بتصير في عندك أنت ادخار معين بمطرح فيك تستعمله حتى تمول هالنوع. في محلات كثيرة وصرنا مكررين أكثر من مرة بأكثر من مناسبة موضوع الكهرباء، ما بيسوى أنه الطاقة والكهرباء في لبنان نضل كل سنة نعمل عجز بمليار ومئتين أو مليار وثلاثمائة مليون دولار. شو بنعمل بالكهرباء؟ بناخد القرار الشجاع التاريخي اللي ما تنتظر أي طرف سياسي على أبواب انتخابات نيابية أنه يقولها. شو؟ من واجبات ناس مثلك وناس مثلي يقولوا بدنا نصحح التعرفة، بدك ترفع التعرفة زيدة طبعا. مقابل شو؟ خي مقابل انك انت تشتري شغلة بسعرها الصحيح. والمونتاج شو بنعمل فيه؟ ما بتوقفوا ساعتها، موضوع اخر. اكيد خلينا نحكي رقمين هيك سريعا. ايه؟ اليوم الدولة تنتج كهرباء بين 16 و17 سنت، هيدي كلفة الانتاج. اوكي. بتبيع على الناس بقديش؟ ب 12 او ب 13. فيك انت في شيء منطق بالعالم بينتج بليرة بيبيع بنص؟ كيف بعدين بدك تعيش؟ المرفق العام يجب أن يكون إما متوازن إما مربح. نظرية أنه كل مؤسسات الدولة بتنكسر وبتخسر وبعدين منلاقي طرق لحتى نمولها وندعمها. ندعم الشمندر وندعم التبغ وندعم الكهرباء وندعم، خي عشو عم تدعمه؟ عشو متكلين؟ وين الإيرادات؟ وين الإمكانيات؟ بس أعطيه الإمكانيات ليقلع لتبطل تدعمه. الإنتاج شيء آخر. طب ليش الشعب اللبناني بيشتري كهرباء من المطور ب 24 ب 25 سنت، ولما بده يشتري كهرباء من الدولة بده اياها ب 12 سنت مدعومة، وبتعملنا فخطة كبيرة بموازنتنا وبتحرم على جماعة السلسلة رتب ورواتب المستفيدين انه نقدر نشيل هالهدر هون ونحطه هون. بدنا ندخل بثقافة جديدة. المرفق العام يجب ان يكون بحد الادنى متوازن، وبنتمنى انه يصير مربح. عم بحكي كهرباء وعم بحكي بمي وعم بحكي كل الخدمات وعم نحكي ما في بدك تدفع. اثنين، نحن كناس كلبنانيين بدنا نتعود الى نمط حياه جديد. هيدي بنترك الضوء مضوى لانه هيدا على الموتور ومدفوع، او هيدا على الدوله والدوله بندفعها نحن. ما في، بدنا ننتبه. الادخار شغله اساسيه، طريقه عيش جديده مثل كل دول العالم، ما عم نخترع شيء.
ايه مش غلط ان نعلم اولادنا يطفوا الضوله ما بيظهروا من الاوضه ويوقفوا الاي سي اذا ظهروا من الاوضه وما يتركوا الحنفيه مفتوحه لانه هيدي فيها هدر وعم تستفيد انت من شيء لكل الناس مش لك وحده. بس لا بس خليني اقول كلمه ان كنت عم تدفع حقه غالي او رخيص ان كنت عم تاخده ببلاش او بحقه الطبيعي السعر الصحيح هذا لازم نحن نروح عليه. يجب ان نطالب بتصحيح التعرفه لحتى نقدر نوقف الدعم الكهرباء لحتى نقدر نبني محطات جديدة لحتى نقدر يصير عنا وضع متوازن داخل هالنوع من المرافق هيدي وبالتالي نبطل بموازنتنا نضطر نحط مليار و200 ومليار و300. الجميع يقول كل المطلعين بيقولوا النفط رايح اطلوع سنة الجاي يعني فاتورة المليون ومليار و200 بدها تزيد بس نحن مش قادرين لحتى نوضح زيادة التعرفة مقابل ما يدفع المواطن فاتورتين طبعا يدفع فاتورة واحدة وأرخص من الاثنين ما في مشكلة بالإنتاج بدك تجيب له الكهرباء 24 الإنتاج شغلة هينة بس بدك تنتج وتبيع بالسعر الصح مظبوط. بعمل مجلس النواب الكثير من القوانين لو كان مجلس النواب يعمل مظبوط في مشاريع في تشريعات في قوانين كان يمكن يكون الوضع أفضل في ظل شغور سنتين ونص وعمل حكومة كان مش على المستوى المطلوب. سي سلمان ما في نحن عنا بنظامنا شيء بيقول فصل السلطات انا ربيت على هالفكره شو يعني فصل السلطات كل واحد بده يعمل شغله وما يتدخلوا السلطات ببعضهم. ما فيك تعطل مجلس نواب لانك انت زعلان بالحكومه او تعطل الحكومه لانك انت زعلان بالرئاسه او غيره ساعتها نيابه ووزاره المفروض يكونوا يصيروا كلهم سوا دكمه مفروض فصل هلا بوصلك على موضوع النيابه والوزاره ما كثير وقت بقى فيه يلا تفضل. مطلوب انه الانتاج داخل مجلس النواب اليوم بعتقد انا واكيد انه الرئيس بري عنده هالنية وهالرغبة أنه يروح إلى حالة إنتاجية. عندنا رزمة كبيرة من القوانين الواقفة. الشراكة بين القطاع العام والخاص شغلة مهمة جدا. موضوع اللامركزية وأقرارها بشكل سريع ما بقى فينا ننطر لحتى نقر اللامركزية. اللامركزية هي قدر اللبنانيين لحتى نقدر نربط الوضع الاقتصادي الاجتماعي المعيشي بمنصات استقرار ستأتي بها فكرة اللامركزية. اللي مش فاهمين مظبوط موضوع اللامركزية ما يخاف منه. اللامركزية منه تغيير نظام منه فيدرالية. اللامركزية هو فقط قانون إداري بحسن معيشة الناس أولا بصالح الناس مع مبدأ الدولة والإدارة بيعطي القوة للسلطات المحلية وأهم شيء من كله سوا يحارب الفساد بشكل مباشر لأنه بالناس بتصير فيها تراقب باللامركزية. يا أستاذ سلمان انت بتصير تصوت وتعطي صوتك مطرح سكنك مش أيوة. مطرح ضيعتك البعيدة ساعة وساعتين وثلاثة واللي يمكن منك كتير انت مقيم فيها او غيره صح. تعطيك حق انك انت تراقب السلطات المحلية وتقرر باي منطقة انت بدك تعيش مطرح ما فيه تنافس صحي وايجابي لحتى يخدموا مصالح الناس ويعطيهم مستوى حياة ارقى. حاج خايفين من اللامركزية. اللامركزية هي أفضل وسيلة لحتى نروح نحو الإنماء والتطوير. حكيت النفط موضوع لك اسمح لي بس بالقوانين بعد مرق كلمة سريعة لأنه أنا كتير يعني من محبزين أنه يصير في كمان قوانين حديثة. موضوع الحكومة الإلكترونية عم تحكوا تغيير بنيوي تغيير بنيوي مطلوب بالاقتصاد عامة المقاربة نحن بدنا نضل باقتصاد ريعي بدنا نضل باقتصاد قائم على فقط الخدمات والريع لانه هلا كمان في موضه اقتصاد المعرفه. اقتصاد المعرفه كثير منيح. اقتصاد المعرفه شو معناتها؟ اقتصاد المعرفه اقتصاد المعرفه نحن بدنا اياه بالقطاعات الانتاجيه. بدنا معرفه بالزراعه وبدنا معرفه بالصناعه. بدنا نروح مطرح ما نحن عندنا ميز تفاضليه وميز تنافسيه قادرين نبني عليها. هيدي بدها توافق كل اللبنانيين لنقول بنحافظ على موضوع الخدمات بنحافظ على موضوع القطاعات المهمة اللي احنا نفتخر فيها مثل قطاع المصارف مثل مثلا موضوع السياحة بس منروح كمان الى قطاعات اهملناها كلنا ما حدا يحط على حدا المسؤولية. اهملناها نحن كلبنانيين قادرين نطلع نحن سلع وخدمات مميزة ننافس فيها وتعطينا استقلالية بمحل كتير كبير لما نضل نحن مربوطين بعلاقات اقتصادية او سياسية ببعض الدول او بعض الاصدقاء ونضل خايفين انه اذا هيدا زعل وهيدا رضي وهيدا ما انبسط نحن بتوقف حياتنا. لما بصير عندنا منتجات جديدة للعلاقات لبنان الاقتصادية والتجارية مع دول مع كل الدول مع كل الاصدقاء العربية وغيرها نحن عندنا صداقات كتيرة ربيناها بالماضي ربيناها بدنا نستفيد منها باقتصادنا بالتصدير مش ريعي لا اكيد لا ما بقى في شيء اسمه ريعي. اليوم انتاج
خلينا نحكي انتاج. بدنا ننتج اكثر، والشعب اللبناني شعب بيقدر يكون منتج اكثر. الانتاجيه عند الشعب اللبناني قبل الحرب كانت 20% اكثر ما هي عليها اليوم. نعم اوكي. نعم. خلينا ناخذ هالموضوع. ما بدنا ننطر لنشيل النفط لحتى نعمل كل هالشيء ابدا، لان بدنا 10 سنين واكثر. احنا عندنا نفط من ميل، وعندنا افكار ولبنانيين من ميل ثاني، نفط ثاني طبعا. افكارنا ومبادرتنا والشعب اللبناني المميز هون وبكل العالم، هذا نفط يساوي واغلى برايي اهم من النفط اخر، فهذا ما بيمنع لازم كمان لازم نشيلها طبعا. نعم. طبعا هيدي ثروه لكل اللبنانيين، هيدي مش بس للبنانيين، لكل واحد لبناني نحن لنا فيها هيدي، للاجيال للحاضر وللماضي وللمستقبل. طيب رح نتابع معك القسم الاخير استاذ شارل وموضوع التجدد للروم الكاثوليك، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع الأستاذ شارل عربيد. أستاذ شارل، حضرتك رئيس جمعية التجدد للروم الكاثوليك، أنشئت حديثا، لماذا إنشاء جمعية إذا بدنا نقول أو التجدد للروم الكاثوليك؟ شو بدكم تجددوا؟ تحاولون قول ماذا؟ لا، أول شيء يعني هذه إجت بناء على تلاقي، نحن يعني تلاقينا مجموعة من إذا فينا نقول الطاقات الكاثوليكية، أنا كلمة نخب ما كتير بحبها، بس في طاقات كاثوليكية عندها نوع من قلق وانزعاج للوضع اللي وصلنا له داخل طائفتنا وداخل بيتنا. اليوم ما عاد سر أبدا أنه نحن عايشين بوضع شوي بالكنيسة، يعني في مشاكل كتير وصارت على العنن، مشان هيك نسمح لحالنا نحكي فيها. يجب لملمة هالوضع هيدا بداخل كنيستنا، وهذا شيء صحي وجيد، فتداعت مجموعة من الناس لحتى أسس التجدد. التجدد هو قوة دفع، قوة تلاقي، هو مساحة أولا للتفكير، مساحة للحوار، عكس ما البعض بيحبوا يفرجوها كأنه هيدي حالة ثائرة ثورية. أبدا أطلاقا، هيدا يعني هيدي حالة تطوير داخل مكون معين. نعم. هلأ سائبت أنه عم نحكي على مستوى الطائفة، بس أول شيء فعل التجدد شيء إيجابي جدا، كل شيء بلبنان بحاجة للتجدد وللتطوير. نحن مش جماعة ثورة، هلأ إذا في حاجة ينعمل ثورة ما بعتقد بينعمل ثورة، بس هلأ ما في حاجة لهذا الشيء. المطلوب اليوم أنه نخلق حالة جديدة متجددة داخل هالطائفة، هو مشروع وطني جامع، منه مشروع فقط على مستوى طائفة الروم الملكين من كل المناطق اللبنانية، من كل المناطق، من كل القطاعات، يعني هو هيدا التجدد عابر للمناطق. لأنه الهدف نحن أنه نجمع ونخلق حلقة ضغط وتأثير بطائفتنا، طائفة الملكيين الروم الملكيين كاثوليك، لأنه نحن عنا حاجة للتجدد. تعرف الكاثوليك في لبنان دائما كانوا وسيبقوا يعني طائفة حوار وتلاقي وجسر عبور، وهودي ايه طبعا هولي ولاد دولة. نحن طبيعيا منحب الدولة، منحب الإدارة، منحب الشيء الشرعي القانوني المعترف. لا اكيد في كثير، في مجموعه كبيره من المعنى بالتجدد عندهم انتماء سياسي وباحزاب وغيره، بس هذا ما بيمنع ابدا انه تجمعنا غيرتنا على طائفتنا اولا، وهذا كلام مش غلط، يعني ما بدنا نخاف من هيدا، هيدي تركيبه البلد. نحن مش طائفيين بمعنى الطائفيه، ونحن مش تجمع ديني اطلاقا. بس نحن تلاقينا وتداعينا لنرتب بيتنا الداخلي للأفضل، ونخلق فرصه دفش ودفع باتجاه يعني تطوير وتجدد العمل، خاصة بالشأن العام، مشاريع كتير كبيرة لدخول الطاقات الكاثوليكية إلى كنف الدولة والإدارة. نحن في عنا كتير شغور ببعض يعني بمحلات، بدنا نشجع الشباب والشابات فوتوا يدخلوا إلى، وهيدا ما قاله الإرشاد الرسولي، لأنه يبقى الإرشاد الرسولي هو البوصلة تبعنا، وهيدا الكتاب مهم جدا مش فقط للكاثوليك أو للمسيحيين. هيدا مهم لكل اللبنانيين، لأنه وضع بمرحلة تاريخية من تاريخ لبنان نقدر نحن نبني عليه. الهدف هو التجدد، فعل التجدد فعل مهم جدا وحلو على كل المستويات. يا ريت الطبقة السياسية تتجدد، الفن والذوق والجمال والإبداع والإنتاج يتجدد، فالتجدد شغلة حلوة. هدفنا نحن أنه نحسن الأداء،
نرجع نجمع البيت الكاثوليكي، ودائما منكرر ومنقول من الكاثوليك إلى المسيحيين ومن المسيحيين إلى كل لبنان. بالسياسة تريدون إثبات وجود، استعادة حقوق، عدم الذوبان بمجتمع المسيحي ككل؟ بدنا نعطي قيمة مضافة موجودة عند أفراد بما في المصلحة العامة ونعمم الفايدة. نحن ما عملنا جماعة مطالبة بحقوق أساسا، هيدا موضوع الغبن. كل الشعب اللبناني إذا بتطلع مغبون بمطرح ما، المزايدات السياسية عن الدولة وغيره، ابن الدولة هو كمان طبعا وأكيد يعني في أخطاء صارت ولازم تصحح وعم تتصحح، بس هيدا موضوع الغبن، أنه لنشد عصبيات بنحكي على الغبن. نحن بدنا نكون قيمة مضافة، بدنا نكون طاقة إضافية، وبرجع بقول لك بدنا نشجع الناس يدخلوا إلى كنف الدولة. ما قلنا نحن اللبنانيين كلنا سوا مستقبل دون بناء دولة حديثة، دولة مثل ما بتشبهنا، مثل ما نحن منريدها. ما بقى عنا الطرف أنه نعيش مثل ما كنا عايشين بالماضي بالفوضى وبالطريقة اللي كنا فيها. هالنوع من إذا بدك التجدد هيدا، وهذا شيء منيح أنه ينسحب على كل الناس، مش فقط على مجموعة أو مكونات. نحن وعينا بنهار وقلنا في شيء يجب أن يتغير، سنعمل كل واحد من موقعه يجيب الطاقة اللي عنده، نجمع طاقاتنا لحتى نتفش بالاتجاه الإيجابي، وهذا شغل إيجابي. هلأ المتضررين أو المش مبسوطين مش ضد كل واحد أكيد لا مش نعم. بس أنه رح نكون ضد الغلط، خلينا نكون واضحين يعني رح نكون ضد الغلط، بس مش ضد أشخاص. البعض بيشوف أنه نحن ضد هالطرف أو هيدا الطرف. الهدف منه هدف سياسي. هلأ إذا العمل السياسي شيء مشروع وشيء طبعًا جدي طبعًا وشيء منيح، وإذا البعض من التجدد حابين يدخلوا بالسياسة أكيد، خلينا نحن ننقي النخب اللي عنا ونقدمها إلى الشعب اللبناني ونتعاون مع الجميع مع كل الطوائف، وساعتها بنكون بلشنا نرتب بيتنا الداخلي. قلت كلام كتير حلو أستاذ شارل، ولكن بالختام في شيء بعد تقوله يعني بالاقتصاد بالسياسة؟ يعني أنا بحب أختم بفكرة أول شيء، أنه دايما نقول نحن ناس دايما عنا رجاء عنا أمل، ما نفقد الأمل. اليوم نحن بمرحلة جديدة، الشعب اللبناني كل الشعب اللبناني كل واحد من منظاره من موقعه ضحى، مش ضحى، استبسل استشهد من أجل الحرية السيادة والاستقلال، وهذا شعار كتير كبير بنينا عليه وكتير حطوا دم. هلأ بدنا كمان نرجع بسرعة نتوحد كلنا سوا لحتى نروح نحو مرحلة أخرى يكون فيها انتاجية وتنافسية وعدالة اجتماعية أكيد قائمة على تكافؤ الفرص. عيد مولد النبوي اليوم ينعاد عليك، وميلاد مجيد أكيد. أنا بعيد كل اللبنانيين بالعيدين، وهذا الحلو بلبنان هالتنوع الطائفي اللي نحن غنى للبنان، بدنا نحافظ عليه وبدنا نحسن أدائه إن شاء الله كلنا سوا. شكرا لك أستاذ شارل عربيد، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز وعضو الهيئات الاقتصادية، على وجودك معنا اليوم. شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.